أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هم رب السماوات والأرض قل الله ولا فتحت من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نزل من السماء ماء فسالت بقدرها فتحمل السلوس فتربيا ومما توقدون عليه في نار ابتغاء أحية ومزاح زبد مثله لذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب شفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه لاهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومواهم جهنم وبئس المهاد. فما يعلم أن ما أرسل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يأخذون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء عوز ربه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها وما صلح منها وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فلم أغفلتم. والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ويفتحون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة خلا من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا عليه توكلت وإليه متاب. ألو أن القرآن سير به الجبال أو قطع به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا
أفلم ييأس الذين آمنوا ألو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا نصيبهم بما صنعوا قارعة لا تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ بالرسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقسموهم أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول تزوين للذين كفروا مرهم صدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد لهم عذاب في حياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري بتحتها الأنهار هذا يمواطنها تلك أخوى الذين اتقوا وهم كافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أرسلناهم العربية ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نري لك بعض الذين نعدهما ونتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نازلة نقصها من أضعافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد ذكر الذين من قبله فلله المر جميعا يعلم ما نسب كل نفس وسيعلم كافر من غدا ويقول الذين كفروا لست مرسلا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عنده علم الكتاب ألف لام را هم كتاب ألف لام را كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون حياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويقولها عوجا أولئك في ضلال بعيد وأنها أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد صنع موسى بآياتنا على رقمك من الظلمات إلى النار وذكره بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم
لنجاكم من نار الفرار يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ما يعلمهم إلا الله جاء هديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما وزنوا به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أخي داعش كفات السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويمخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قال لهم رسلهم نحن إلا بشر منكم ولكن الله يمن على من يشاء ومن عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هاجمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليه ربه لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمخاف مقامي وخاف وحيد واستفتحوا وخاف كل جبال عنيد من ورائه في جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه مرض من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمات اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أنظر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يزيدكم ويات بحق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرسول الله جميعا فقال الضعفاء قل الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل تمضون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أصبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد حق ووعدتكم فاخذتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اخذتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم
تحيته فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة نسوها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نشتت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بقلب ثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناه سرا وحلاليا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري ببر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم بكل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنه ناظر كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك محرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربنا سميع الدعاء واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مخطئين مقنعي رؤوسهم لا يهتد إليه طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد ودك ونتبع الرسل أولم تكونوا أصعدوا من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مرف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات وبرزوا لله واحد قهار. وترى المسلمين يومئذ مقربين في الأصفاد سرابيلهم من خضران ودشا وجوههم نار ليسجى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ها
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله.